فرحة العيد الكبير بالنسبة للمغاربة ماشي غير هي الضحية ولا اللمة العائلة، ولاني كاين طقوس أخرى توارتوها من زمان، بوجلود بولبطاين بالماون ولا هرمة، سميات كثيرة لشخص واحد. هاد الظاهرة الشعبية اللي ورثناها على الجدود ما قدر حد يعرفها منين جات، المهم ما كاين عيد بلا بوجلود. دوار امزوخ وعلى بعد 15 كيلومتر من مدينه امزوخ، جينا نشاركوا الناس ديال الدوار الفرحه ديال العيد ونشوفوا كيفاش كيحتفلوا بوجلود ولا كيف ما كيسميوه هنا هرمه. طقوس هرمه كثيره وتوجد لها كياخذ الوقت. من بعد ما اختاروا لهاد الدوار البطين اللي غيخدموا بهم تيتسبنوا وتيباتوا في الملح باش ما يبقاش فيهم الريحه. قالوا لي انهم تيفضلوا جلد المعيز حيت كيعطي الطوع في الخياطه وما تيتقلش في اللبسه. كل عيد كيتختار واحد من الدوار باش يلبس هرمه، ولكن هاد العام غيلبسوا جوج ديال الناس باش يقادوا الخواطر وباش كلشي يكون فرحان. اما الدراري اللي بقاو فتيغطيو ريوسهم بالفاخر وتيزوقوا بالصوف ويخرجوا باش يدوروا بجناب هرمه ويعطيوه هيبته. جرات العاده ان هرمه كتخرج من دار الحاج عمر اللي في التسعينات من عمره واللي كيشهد على اول هرمه قامت في الدوار واللي كان هو الرئيس ديالها. بالنسبه للحاج هرمه ما معها ملاغه، كل حاجه بقواعدها. فرحت الصبيان ما قدها فرحه وما بقاوش قادين يصبروا باش يشوفوا هرمه. صافي هرمه وجد غيجول في القبيله يفرح الكبار والصغار. بالغنى والتطبال هرمه غيدور الدوار يجمع الغرامه مع عند الناس، اي حاجه مهم ما يرجعش بيديه خاويه وكلها وجوده. الدنيا ظلمات وناس القبيله تجمعات في الصحه كيف العاده، وبلا جماعه ما كاين هرمه. ولكن العصاله بدا منها واللي حسنتي ودي. شباب القبيلة مزعمين هاد الفرح. من بعد ما وقفوا على هرمة توجدوه الغنى ديالهم جا لفقناة الدوار. هاد الفرقة سميتها حمايدة. حمايدة مخشعين الساحة، بلا بيهم الفرح ماشي فرح. وقت الفرح كيف النساء كيف الرجال، كل شي غيغني ويشطح.